كابتن علي شاهدت المباراة لقطة هي الأروع، هي الأعظم في الوطن العربي، وكانت حديث الوطن العربي والرياضة العربية. ماذا لو كان الكابتن علي سعيد الكعبي معلقا للمباراة وهو يعلق المباراة في لقطة إهداء لاعبي ونجوم النادي الأهلي ميدالياتهم للكابتن محمود الخطيب؟ يعني أنا أحط نفسي معلق للحدث ده. عايزين نستمتع بيك دلوقتي وحضرتك كأنك معلق للمباراة في هذه اللقطة. أنا مش هردك، لكن أنا برضو مش قدامي القناة، يعني أنا مش جايب قناة النادي الأهلي. ما عنديش تلفزيون في المكان، لكن أنا بتكلم كلام عام. الله 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 على المشهد الجميل ده. الصورة تغنيك عن ألف كلمة. لاعبي النادي الأهلي يقلدون محمود الخطيب الميداليات الذهبية، وكأنهم يريدون أن يقولوا أن الإنجازات تبدأ من هنا، من عمل الإدارة. بيبو أسطورة كرة القدم المصرية يتوشح بالذهب، وياما أهدى النادي الأهلي ألقابا من ذهب. هذا هو الوفاء بعينه، وهذا ربما هو السر الذي وضع النادي الأهلي في هذه المكانة عبر كرة القدم. يعني هي بالمضمون ده، لانه انا والله مش قدامي التلفزيون يا كابتن سعيد. كابتن سعيد كتب تويته من كام يوم عن الكابتن محمود الخطيب وعن النادي الاهلي، احنا هنستعرضها دلوقتي عشان نشوفها. كانت تويته مهمه جدا يا كابتن علي. والله دي مكالمه برضو انا تشرفت فيها من كابتن كبير محمود الخطيب، وراجل زي ما كان كلاعب هو برضو كرئيس في قمة التواضع. ربنا يديه الصحة والعافية يا رب. وهو ماشي على تقاليد النادي الأهلي، أنت عارف ما فيش رئيس للنادي الأهلي إلا وفاز بالبطولات. فلما تكون أسطورة زي محمود الخطيب كلاعب وتبقى رئيس في النادي الأهلي، مكانتك هي المكانة الكبيرة جدا. المكالمة كانت هنيته بالإنجاز، طبعا السوبر السابع في مشوار النادي الأهلي، والرجل قال الكلام جميل في حقي. انا بتشرف فيه من شخصيه كبيره كابتن محمود الخطيب، وعلى وعد ان شاء الله تعالى نتقابل ونشوف بعض ان شاء الله على الطبيعه، وربنا يحمي الجميع من الـ من الـ من الـ من الكورونا يا رب العالمين، وتكون الامور ان شاء الله تعالى دايما ان شاء الله. وكابتن علي سعيد الكعبي ما شاء الله يعني ليه جماهيريه وشعبيه كبيره عند جمهور الاهلي.